وإلى تنزانيا، حيث عقد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي عدة لقاءات مع نظيره التنزاني في إطار دعم العلاقات بين البلدين في مجال مياه النيل واحتفال مصر ودول حوض النيل بيوم النيل. حوار الزميلة أماني كمال مع وزير الري. الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية من دار السلام. ست الوزير، تطلعنا على أهم ما جرى اليوم في فعاليات مبادرة حوض النيل. وفي الحقيقة هو النهاردة الاحتفال بيوم النيل، يوم النيل ده الوقت اللي هو يوم 22 فبراير سنة 99، اللي هو اليوم اللي أسست فيه المبادرة، وكانت مصر هي المؤسس الرئيسي للمبادرة. كل عام بين الدول. نعم. الاحتفالية النهاردة كانت بتجمع أحد الأماكن العامة، وبعد كده كان فيه الوزراء وطلبة الجبال وممثلين المجتمع المدني والمنظمات الدولية، واتعمل زي كده عرض يعني في الشوارع. مشينا حوالي 3 كيلو من أول مكان التجمع لحد ما كان قاعة المؤتمرات اللي احنا مشينا فيها، نائب رئيس الجمهورية هنا سيدة ذات حضرت قابلتنا في قاعة المؤتمرات. كان فيه وضع شجرة، كل دولة حطت شجرة باسم الدولة دي في مبنى قاعة المؤتمرات، وكذلك نائب رئيس الجمهورية. وبالتالي في الفعاليات ان هي الدول كل دولة قالت كلمتها، نائب رئيس الجمهورية قال كلمته، ده احتفالا لاستعادة الذكريات بتاعة مبادرة حوض النيل والتركيز على أهمية التعاون وأهمية التكامل. نعم. في الكلمة بتاعتنا ركزنا قوي على ان احنا يعني بلدنا صحراء، ما عندناش ما يدفعي اعتمادنا على النيل 97%، واحنا بنتفهم مشاكل دول حوض النيل وبنحاول نساعدهم، عارفين مشاكل الفقر، مشاكل الطاقه، مشاكل الانتاج، واحنا في نفس الوقت كمصر بنحاول نعمل مشاريع تساعد الدول دي، بنحاول نوجد حلول مبتكره لحل مشاكلهم، بنساعدهم في ان احنا عندنا خبره في الري وفي الصرف وفي اعاده استخدام ماده الصرف الزراعي، بنحاول نجيب لهم الخبره دي بحيث ان هم يزودوا الانتاجيه، بنعمل لهم شروط حصاد امطار من الابيار عشان الناس الفقيره والمجتمعات الفقيره تلاقي الماء بتشرب منها. يعني كان في روح ود بين كل الدول. بعد الاحتفاليه دي ما انتهت في اجتماع وزاري على مستوى دول حوض النيل، اجتماعنا علشان يعني نشوف الآليات اللي احنا ممكن ازاي مصر ترجع للمبادرة، ونزيل اسباب تجديد مصر لتواجدها بالمبادرة، وبعد كده في بقى خطوات بعد كده ان شاء الله اتفقنا عليها. في اجتماعات تانية بقى معاد المناشين ان شاء الله هنعقدها قبل ما نركب الطيارة بكرة بإذن الله. نعم. طيب ست الوزير، يعني إلى أي حد تمثل هذه الفعاليات فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر والآراء ما بين الأشقاء الأفارقة ومصر؟ في الحقيقة طبعا هو تجمع وزاري، بدل ما الواحد ما بيساش ثلاث أربع دول، هو بيقى بالمجموعة وزراء بيحصل تفاعل وتلاقي، في حاجة اسمها بيقول عليها الأس بريتنج أو جوابان الجديد، يعني لما بيبقى فيها علاقات شخصيه بين الوزراء وبعض وبين الرؤساء وبعض وبين المسؤولين المختلفين ببعض، بتسهل حاجات كتير، وفي روح ود، ما بقاش في روح تنشانه حتى في عرض المشاكل، او لو في راي دوله ثانيه يبقى استقبال الراي بروح كويسه. فهي طبعا فرصه للتواصل والمواجهه. فتواجدنا مهم جدا ان احنا ما نتركش فراغ، نصر على حضور كل المحافل سواء في حوض النيل او في افريقيا كلها، ما نسيبش حاجة. التفاعل مع الدول، الناس دي بتحبنا وإحنا بنحبهم، فلازم نتفاعل معاهم، لازم نحسسهم إن إحنا متعاطفين مع مشاكلهم وإن إحنا بنفكر فيهم، وإن إحنا على قدر الإمكانيات المتاحة هنساعدهم، وكل ما يتحسن الوضع الاقتصادي عندنا هنزود المساعدات لينا. كل دي حاجات لازم نتفاعل بها مع دول حوض النيل ودول أفريقيا عموما.